لي كون هي، إمبراطور الاقتصاد في كوريا الجنوبية. حول شركة سامسونج إلكترونيكس من صانع أجهزة إلكترونية مقلدة إلى أكبر منتج للإلكترونيات في العالم. ووفقاً لمجلة فوربس، صنف لي كون هي عام 2017 في المركز الرابع عشر عالمياً من ضمن أفضل 100 ثروة في العالم، لكن مسيرته كانت مليئة بتهم الرشوة والفساد. فما هي حكاية لي كون هي؟ ولد لي في يناير 1942 في دايجو على بعد 240 كيلومتراً جنوب سيول، ونشأ في منطقة يوريونغ الريفية. في عام 1938 افتتح والده لي بيونغ تشول متجراً البقالة من أربعة طوابق في دايجو، والذي أصبح فيما بعد مجموعة سامسونج. في سن المراهقة أحب كون هي الأفلام والسيارات والمصارعة ولعبة الركبي في المدرسة الثانوية. تخرج بدرجة علمية في الاقتصاد من جامعة واسيدا في طوكيو، ودرس أيضاً إدارة الأعمال في الولايات المتحدة في جامعة جورج واشنطن. قوة عالمية. في عام 1971 اختار لي بيونغ تشول مؤسس سامسونج ابنه الأصغر ليكون خليفته. وفي عام 1974 انتقلت الشركة إلى صناعة أشباه الموصلات. بدأ لي كون إصلاح سامسونج إلكترونيكس بعد أن رأى منتجات الشركة يتراكم عليها الغبار في متجر الإلكترونيات في لوس أنجلوس. وفي عام 1993 جمع لي كون كبار المسؤولين التنفيذيين في ألمانيا ووضع خطة تعرف باسم إعلان فرانكفورت لتحويل سامسونج من شركة تصنيع تلفزيونات من الدرجة الثانية إلى شركة رائدة في هذا المجال. ومهمة الشركة الجديدة إنشاء منتجات عالية الجودة، حتى لو كان ذلك يعني انخفاض المبيعات. وطلب لي من الموظفين بعد إعلان فرانكفورت الوصول إلى العمل في الساعة السابعة صباحاً بدلاً من الثامنة والنصف صباحاً في البداية المعتادة، حتى يتمكنوا من امتصاص الإصلاح في سباتهم. أصبحت سامسونج إلكترونيكس أكبر صانع لرقائق ذاكرة الكمبيوتر في العالم في عام 1992، وهو نفس العام الذي أصبحت فيه أول شركة طورت شرائح DRAM بسعة 64 ميجا بايت وفقاً للشركة. في عام 1995 قام بتجميع 2000 عامل لمشاهدته وهو يقوم بإشعال النار في 150 ألف هاتف نقال وماكينات فاكس ومنتجات الشركة الأخرى التي لا تلبي معايير الجودة الخاصة به، وقال للموظفين: غيروا كل شيء باستثناء زوجاتكم وأطفالكم. جدل سياسي. كان لي غارقاً في الفضائح السياسية في أواخر التسعينيات بعد إدانته بدفع رشاوى للرئيس السابق روح تايو في عام 1996، وقد أصدر الرئيس كيم يونغ سام عفواً عنه بعد عام. في عام 2009 أدين لي بتهمة التهرب الضريبي والإخلال بالواجب بسبب التسبب في خسائر في شركة سامسونج SDS، وهي شركة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، لأنه كان يعلم أن الشركة باعت بشكل غير قانوني سندات مع ضمانات لابنه بأسعار منخفضة بشكل مصطنع. تم تغريمه ب 110 مليار وون وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ. عفو رئاسي. بعد 4 أشهر من الحكم الصادر في عام 2009 أصدر رئيس كوريا الجنوبية آنذاك لي ميونغ باك عفواً عن لي لأنه عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، حتى يتمكن من مساعدة البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في بيونغ تشانغ. عاد لي الذي استقال من مجلس إدارة شركة سامسونج إلكترونيكس في عام 2008 وسط الخلافات إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في مارس 2010، حيث أخبر الموظفين أن الشركة تواجه أزمة حقيقية. وقال في بيان أعلن فيه عن عودته: في غضون 10 سنوات ربما لم تعد غالبية المنتجات التي تمثل سامسونج موجودة، يجب أن تكون لدينا بداية جديدة، ليس هناك وقت للتردد.
وفعلا في عام 2012 أصبحت سامسونج أكبر بائع لجميع الهواتف المحمولة في العالم، وأدى نجاحها لزيادة الأرباح في منتجاتها الأخرى بما في ذلك شرائح الذاكرة والشاشات والمعالجات. انتكاسة لي كون هي. في مايو 2014 نقل لي كون إلى المستشفى إثر أزمة قلبية مفاجئة تسببت بإبعاده عن عمله، وانتقل زمام الأمور إلى ابنه الوحيد جاي وايلي الذي أصبح الزعيم الفعلي للتكتل منذ عام 2014. وبعد وفاة لي كون في أكتوبر 2020 يواجه ورثة لي عددا من القضايا القانونية مع مدعين كوريين بشأن مزاعم الرشوة والفساد، ويتعين على أفراد الأسرة دفع ضرائب ميراث قياسية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، وقد يؤدي دفعها إلى تعقيد سيطرة العائلة على تكتل سامسونج، ومن المرجح أن يضطر المستفيدون منه إلى بيع بعض الأصول لتغطية الضريبة. انتهت مسيرة لي كون هي الحافلة بالإنجازات والمغامرات والالتفافات لتحقيق أهدافه، والذي أثبت أنه قادر على الوصول مهما كلفه الأمر. بالمقابل ترك عائلته في مأزق كبير، ربما تخسر زعامة مجموعة سامسونج التي باتت أكبر من العائلة.